السلام عليكم، مساء الخير على حضراتكم جميعا. دكتورة سناء مش موجودة، أستاذة الأجيال، بهنيها على نجاح المؤتمر حقيقة. بتصلي بس موجودة. بشكر المنصة الكريمة، الزملاء حقيقة، دكتور ممدوح زميل الكفاح وزميل الدفعة حقيقة، دكتورة أمل، دكتورة وفاء، الحمد لله بالسلامة. بأتكلم قدام أساتذتي، دكتورة جليلة أستاذتي وهي اللي علمتني، وحقيقة يعني أفضلها على الكل حقيقة. يعني بتكلم قدام زمايلنا، شرف لي أن أتكلم مع في وجود دكتورة إلهام، دكتورة ليلى، ودكتورة مها وكل الموجودين. احنا هنتكلم ده بيور ساينتفك حقيقه، توك سبونسرد بي اي جي. هنتكلم، هناخد رحله سريعه قوي في الدايت اند نيوتريشن فروم اي تو زي، ايه اهميه الماكرو والمايكرو نيوترينت. طيب لو قلنا النيوتريشن هي كلمه عامه، اوكي، احنا بناكل ايه، النيوترينتس ايه اللي احنا محتاجينه. وبالتالي اتقال جملة لطيفة قوي، قالوا to eat is a necessity، لازم، but to eat intelligently is an art، ده فن الاكل، ناكل ايه. هنمشي بسرعة في child growth والديفلوبمنت. كلنا عارفين ان child growth مهم، والmonitoring of the child growth اهم. ما يهمنيش ان انا اشوف النهاردة الطفل واشوف النهاردة وزنه كام، طوله كام، لا، يهمني اشوف كان كام وبقى كام، الجروس فيلوسيتي اخبارها ايه، الجروس ريت اخباره ايه، هل في مشكلة في الجروس، هل في نوع من انواع الستاجنيشن اوف ذا جروس ولا لا. يبقى اذا هو مهم، الاهم هو المونيتورينج بتاع الجروس ده. مهم ان كل طفل يجي لي يبقى عندي قدامي جروس شارتس، مش لازم لكل طفل، بس انا كاتب في الفايل بتاعه على الاقل مقاسات النهارده، ولما بيجي لي المره اللي بعدها بحط على الجروس كيرف واشوف اخبارنا ماشيين ازاي. طيب ده جروس. الديفلوبمنت بيشمل كل حاجه، هيشمل الاميونيتي، هيشمل الكوجنيتيف، هيشمل الميتابوليك، كل حاجه في الديفلوبمنت مهمه. ركزت هنا على البرين، واحنا عارفين ان عند سن سنتين البرين بيبقى تقريبا وزنه 1.2 كيلو، وده بيمثل تقريبا 80% من الادلت سايز. ما بين سنه وثلاثه الاوفرول انرجي بيبقى كونسيوم بالبرين، وهنقول ليه اهميه البرين حالا. دلوقتي مهم قوي ان احنا نعرف ان البرين is the second highest fat concentration موجوده في البرين. طب ايه البيريود بتاعت الهاي ستريسك بقى؟ دي هي بتبدا من اللاست تريمستر وتفضل ماشيه معانا لاول اسابيع من اللايف، وبالتالي تاثير العوامل في الفتره دي هيدل على حاجات كتير قوي. في باركر في 1989 قال الفيتال اوريجين اوف ادلت ديزيز، قال الانفايرومنتال فاكتور وبالذات النيوتريشن هي اللي ممكن يقبلها افكت على الادلت او الميتابوليك ديزيز بعد كده في العمر. طيب هل يا ترى الايرلي لايف نيوتريشن لها لونج تيرم امباكت على صحه الطفل بعد كده؟ يس، لقوا ان ممكن يقبلها افكت على الميتابوليك بنفيت، اميونيتي والبرين. طيب حقيقة احنا بنقول الدايت هو السم اوف فود كونسيومد باي ان انديفيديوال. توماس اديسون، وده كان مخترع المصباح الكهربائي، قال ان الدكتور اوف ذا فيوتشر ويل نو لونجر تريت الهيومن فريم ويز دراج بات رادر ويز نيوتريشن تو بريفنت ديفرنت ديزيزز. طيب النيوترينت ده كيميكال سبستنس، هي مهمة لكل حاجة في الحياة سواء الريبير أو البولي ديزيو. قسموها إلى ماكرو أند مايكرو نيوترينت. طب الإنفانت نيوتريشن، لا شك إن في أول ست شهور يظل البريس فيدينج إز ذا جولد ستاندر فور إنفانت نيوتريشن، لا شك،
مهما قالوا، مهما عملوا، مهما شركات الألبان حاولت، ستيل الخلق أو اللي ربنا خلقه مش زي اللي العبد ألفه. كل حاجة موجودة في البريست فيد، كل حاجة. اللي هتديني في الآخر ثلاث حاجات مهمة قوي: Optimal Growth، Optimal Protection، و Optimal Development. كلنا عارفين الصورة ديت، كلنا عارفين كل حاجة موجودة فيها، أوكي؟ سبحان الله ما فيهاش حاجة ناقصة، سبحان الله الكمال لله وحده. طيب المرحلة الثانية اللي هي اعتبارا من 6 شهور، وده يجي حتة الكومبليمنتري فيدينج والسبع أسئلة اللي كلنا لازم نعرفهم ونجاوب عليهم. يعني إيه؟ إمتى؟ فين؟ إزاي؟ قد إيه؟ وقد إيه؟ طبعا كلنا كنا شفنا الإسباجان والريكومنديشن بتاعتها في 2008 وابديتد في 2020. قالوا الكلام اللي لسه الاستاذه الدكتوره لجله قايله حالا اللي انا عامله بالازرق ده، ويمكن انا فصلته هنا اكتر عشان يبقى اوضح. طبعا اكسكلوسيف بريست فيدنج اول 4 إلى 6 شهور اذا كان ممكن، ما فيش حاجه تدخل قبل 17 اسبوع ومش بعد 26 اسبوع، كميه اللبن اللي تتشرب قد ايه. طب هل احنا لازم نشرب فعلا؟ مشكله الكاو ميلك، مش عشان الكاو ميلك الرجي، لا، عشان حته الايرون ديفيشنسي اللي لسه الاستاذه الدكتوره ليلى قايلها حالا. طب ايه الحاجات اللي ايه الحاجات اللي لا؟ كلها حاجات احنا عارفينها. نيجي بقى للثيرد ستيج، ما بعد السنه الاولى. خلينا نعترف ونقول ان بعد السنه الاولى الابيتايت بتقل شويه، وكل طفل وله مزاجه، وكل طفل وله الديفلوبمنت بتاعه. واحمد مش زي علي، مش زي زياد، مش زي هيا، كل طفل له القصه بتاعته، وكل طفل له احتمال قد ايه اللي يشبعه، وايه اللي بيحبه، وايه اللي ما يحبوش. كان إيبوكراتس قال let your food be your medicine، يعني انا بالاكل اقدر احدد احنا فين. واليونيسيف قالت nutrition in the early years of life can have a profound effect on a child's ability to learn. مهمه. طيب وقف على اليونيسيف، طب نشتغل من هنا. اتفقنا ان هو يا ماكرو يا مايكرو نيوتر. طب بسرعه قوي، البروتين مهمين جدا، شوفوا بيأثر على كل حاجه، انزيمز وانرجي. بس بصوا الجروس، it is the building blocks في البرين and the body. طب يا ترى البروتين ديفيشنسي له لونج تيرم افكت؟ اه طبعا، حاجات كتير قوي. يهمني قوي الجزء الاخضر اللي فوق، جراس ريتارجيشن بيرسيستنت بيوند ادوليسنس. مش بس كده، ده لقوا ان تقريبا 35% اوف اول ديزيز ار ديو تو اندر نيوتريشن. طب الشورت تيرم بقى امباكت اوف اكسس بروتين. طب احنا عرفنا القله، طب الزياده لها شورت تيرم ولونج تيرم. من ضمن الحاجات الشورت تيرم ان هو هيعمل نوع من انواع الانكريست ريسك على الكيدني، وبالذات لو دي اماتشور كيدني. طب ايه تاني ممكن يغير في الانتستينال مايكروبيوتا؟ وده في حد ذاته هيفرق بعد كده على الاميونيتي. نلاحظ ان لو في اكسسيف بروتين انتيك ممكن تبقى في بريدومينانس للانتيرو بكتيريا، عكس الاديكويت بروتين انتيك بيبقى في بريدومينانس للبيفيدو بكتيريا. حتى على الميتابوليك مال بروجرامينج والانسيلوجينيك الموجودين امينو اسيد اللي هي هتؤدي بعد كده الى ما يسمى ميتابوليك ديزيز، ودي المشكله اللي ممكن تقابل فيها اللي هي اكسس بروتين انتيك وتورد الاوبيزيتي بعد كده. طب الكربوهيدرات، عارفين ان في دايجستبل ونان دايجستبل، وقصه الاتش ام او الموضه الجديده بتاعه الشركات اللي هي بتشتغل في النيتريشن. و يحضرني الدكتورة مي وهي قاعدة حاضرة معانا، والإتش إم أو مهمة. مهمة على إيه؟ على الكوجنيشن، على الإميونيتي، على الجي آي تولرنس، وعلى الهيلث أند ديفلوبمنت. طيب مهمة قوي البريبيوتكس في الإنفانت هيلث، هي هتعمل سوفتنينج للستول، هي هتزود الإميونيتي، وفي نفس الوقت هتحسن النيوتريانت أبسوربشن. البريبيوتك مهمة ليه؟ لأن هي يمكن بتمسك الباد بكتيريا وتسيب الجود بكتيريا هي اللي تشتغل.
الليبيد مهمين، يهمني اذكر الاوميجا 6 والاوميجا 3. ايه اهميتها في البرين؟ اهميتها مينلي على البرين كوجنيشن والفيجوال فانكشن. طب قله الفات ممكن يؤثر على ايه؟ على السيل ممبرين، على السينابس فورميشن، وعلى الميلين، وبالتالي الدي اتش اي بيلعب رول مهم قوي في الفوتوريسبتور جروس والفيجوال ديفلوبمنت. طب لو حصل اندر نيوتريشن ممكن يجي افكت على البرين؟ طبعا على الاستراكشرال جروس وعلى الفانكشنال ديفلوبمنت اللي هو مينلي البيهافيور والكوجنيشن. من هنا يمكن دي كانت منشوره في 2019 قالوا ان اهميه ان احنا نبقى في الدي اتش اي واهميته ايه في البنك. نيجي لاخر جزء الفيتامين والتريس اليمنت. هم 22 اسينشال مايكرونيوترينت، كتير قوي ما شاء الله. المايكرونيوترينت ديفيشنسي ممكن يبقى لوحده وممكن يبقى كومباينيشن مع حاجات تانية. البايو فورتيفيكيشن دي كانت الطريقه اللي هي يزود بيها المايكرونيوترينت انتيك. ليه؟ عشان ما ندخلش في الجمله الخطيره اللي في النص دي، هيدن هانجر. هيدن هانجر يعني ايه؟ يعني الطفل ده حقيقه ممكن يبقى بياكل بس ما بياكلش الحاجات الصح، وبالتالي يدخل في نوع من انواع الديزيزز اللي بعد كده. السلايد دي مهمه قوي وبديها حقيقه وصيه لكل ام، لكل ام ولكل طفل ولكل طفله ولكل جد وجده بالذات. حقيقه الاطفال اللي بياكلوا كويس مش محتاجين يبقوا سبلمنتد بمالتي فيتامين و لو هو بياكل كويس. ومن هنا الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس قالت طيب مين اللي هو محتاج يبقى سبلمنتد بمينرالز او بفيتامين؟ بعض الاطفال اللي هو ممكن يبقى في الديبرايد فاميلي، او لو في ابيوز او نيجلكت، لو الطفل ده عنده بور ابيتايت او انوركسيا. بس مش بس بعين الام والجد، لا على الكروس كيرف. تمام، يبقى اذا في مونيتورنج، في قدامي انا بشوف لو فعلا الطفل دوت بيعمل فات دايت او بياخد حاجات معينه بس في الاكل، او لو هو وات از كولد فيجيتيريان. وان كان انا ليا كومنت يا دكتوره جليله، مفيش طفل بيتخلق فيجيتيريان، في طفل الام ما صممتش انها توكله كل حاجه وهو صغير فطلع نباتي بعد كده، انما مفيش طفل بيتخلق نباتي. الهيدن هانجر، وهي دي المشكله، هو حقيقي ادكوتلي فاد، هو بياكل بس ما بياكلش صح، ما بياكلش مظبوط، فبالتالي هو ده. طيب طبعا المايكرونيوترينت لسته طويله قوي قوي قوي، هنتكلم بسرعه وفي عجاله عشان الوقت بيفوت. مش هتكلم على الايرن طبعا، محال اتكلم على الايرن، يعني احنا سمعنا وجبه دسمه من الايرن من استاذتنا الدكتوره جليله، الدكتوره الهام والدكتوره سهير. ازيك يا دكتوره سناء؟ ازاي صحتك دكتوره ليلى؟ متاسف. ازيك يا دكتوره سناء؟ ازاي صحتك؟ ربنا يخليك، منوره. طيب لكن بس هقول كلمه مهمه عشان نبرزها بس شويه. خلينا نقول ان يمكن كميه الايرن في البريست ميلك قليله ولكن هاي بايو افيلابيلتي، وده اللي انا يهمني اوصله، وهي دي الرساله اللي تهمني ان انا اقولها. مش هنقول الريسك فاكتور ايه في البرينيتال بيريود ولا الريسك فاكتور في الايرلي تشايلد هود، دكتوره ليلى لسه قايله الكلام ده حالا، لكن يهمني اقول ان بعض الحاجات بتحسن الابسوربشن وده اللي انا لازم اهتم بيه، وبعض الحاجات بتقلل الابسوربشن وده بقدر المستطاع امنحها. يهمني هنا بقى في دي ابين ان الفيز بتاعه البرين جروس بتعتمد على الان، وهنا الان مهم عشان هو هيأثر على الدندريتك جروس، على السينابتوجينيسيس، وعلى الجلايال سيل بروليفيريشن، ودي المربعات اللي احنا كلنا عارفينها وتاثيرها ايه وتاثير الايرن ديفيشنسي ايه في المراحل المختلفه من العمر. يهمني قوي السلايد الجايه دي عشان بتزعلنا كلنا لما بنواجه الحقيقه دي. Iron deficiency anemia is one of the most prevalent micronutrient deficiency for young children. عارفين، ولكن it is associated with persistent cognitive and motor delay، وده الكلام اللي الدكتورة إلهام قالته من شوية. للأسف هيحصل نوع من أنواع persistent cognitive and motor delay حتى
بعد للأسف ما نصلح النسبة دي. البريفنشن مش هنتكلم عليه، لكن يهتم برضو بالأم من وقت الحمل بقى، يعني من وقت الحمل لازم تبقى الأم دي سبليمنتد، تمام؟ ولما يجي لي بقى الطفل سواء بقى في النيونيتال بيريود وحتة اللي هي الديليد امبلايكال كورد كلامبينج واتفق عليها خلاص، والديورمينج، وإذا كان الديلي انتيك ولا الالترناتيف دي سيرابي اللي قالتها الدكتورة ليلى من شوية، أو الباي ويكلي ايرن سبليمنتيشن وهايلي افكتف. الفود فورتيفيكيشن دي كانت الدول اللي عملت الكلام ده كله، الدول مختلفة ازاي زودت الايرن، ايش يحط في العيش وايش يحط في الملح وعملوا فورتيفيكيشن عشان يبقى حاجة على مستوى البلد كلها. الايودين مهم، المنظر ده وحش قوي قوي قوي، تمام؟ الجويتر ممكن يبقى معاه موتور ومنتال ديسابيليتي، ممكن يبقى معاه فيزيكال جروس ديلي، الكونسيكونس بتاعه هيأثر على الاي دي ار، ممكن يبقى فيه كوجنيتيف امبيرمنت، ليرنينج وسبيتش ديفيسيت وسايكوموتور بروبلم. البريفنشن عن طريق السولت فورتيفيكيشن، ممكن يبقى في ماس ميديا كامبين، ممكن يبقى في يونيفرسال سولت ايودينايزيشن في الجول، والليفل اوف فورتيفيكيشن من 25 ل 50 ملي جرام ايودين لكل كيلو. الزنك، سبع حاجات بيأثر فيها الزنك ديفيشنسي، سواء السي ان اس، سواء الاميونيتي، دايريا، فود الرجي، الهير، الليكي جات، والاكني او السكين راش، منظر الأكروديرماتيتس انتيروباسكا كونجينيتا، منظر وحش وما نحبش نشوفه، وفي نفس الوقت الزنك ديفيشنسي مع اللوبرس ويت والبريترم ديليفري بيحصل وبنشوفه، وإحنا اللي بيشتغل في مجال النيوناتولوجي. لكن خلينا نقول زي ما كترته وحشة قلته أوحش، يعني إيه؟ يعني لا كده ولا كده. الزنك إكساس ممكن بصوا يعمل إيه؟ لاسرجي وفوكال نيولوجيكال ديفيسيت، ده في البرين. طب وما لو ديفيشنسي؟ ديكريز نيرف كوندكشن ونيوروسايكاتريك ديس أوردرز، وممكن يبقى فيها منتال لاسرجي وهكذا. يعني على اليمين مش مطلوب وعلى الشمال مش مطلوب، الاعتدال هو اللي مطلوب في النص. الزنك موجود في حاجات كتير جدا، يمكن اكتر القشريات وحاجات اللي هي البحار، والريكومندد ديلي دوز من 2 ل 4 ملي جرام بير دي المنتال زنك. الكبر، الكبر مهم، الديفيشنسي ممكن يبقى معاه نوتروبينيا وانيميا، حاجات الدكتوره جليله والدكتوره الهام، لكن ممكن كمان يبقى معاها اميون ايشو زي ريديوس تي سيل ريسبونس وريديوس فاجوسيتيك ريسبونس. الكبر موجود في حاجات كتير جدا، اكثرهم الاسماك والقشريات، والريكومندد ديلي دوز من 100 الى 200 مايكروغرام بير دي. السيلينيوم، السيلينيوم هو حقيقة سيفير افكت اوف، ممكن الديفيشنسي بتاعه يبقى معاها سيفير فايرال انفكشن، وبنشوف اليومين دول السبلمنتيشن بالسيلينيوم اهتموا بيه قوي عشان قصة الفايرال انفكشن اللي هي زايدة ديت، حقيقة على الاميون سيستم برضو بيقلل الوايت بلاد سيل والناتشورال كيلر ساين فانكشن. الديلي ريكومندد دوز من 10 ل 15 مايكروغرام بير دي. الفيتامين اي مهمته عشان حته النايت بلايدنس، ممكن يعمل ايرلي ديس، ممكن يبقى معاه هاي ريت اوف ريسبيراتوري اند دايريال ديزيز، مهم جدا جدا انه ممكن يبقى افكت الاميونو كومبتنس. النايت بلايدنس موجوده نتيجه الفيتامين اي ديفيشنسي، حقيقه على الاميون فانكشن ممكن يقلل يعمل امبيرمنت للبي والتي سيل ريسبونسز. حقيقه الفيتامين اي ديفيشنسي از هايلي بريفالنت، هايلي بريفالنت، تمام؟ وحقيقه السبلمنتيشن والفورتيفيكيشن مهم جدا، حقيقه تكلفه ان انا اعمل فورتيفيكيشن غاليه بس الاضرار اكتر واغلى على الصحه. فيتامين اي طبعا كنا زمان نقول كل جزر عشان نقوي النظر، مقوله صحيحه، والريكومنديشن او الريكومندد ديلي دوز من 1000 الى 2000 انترناشونال يونت بير دي. مجموعه فيتامين بي كومبله، بي كومبلكس كلها مهمه، مهمه للاميونيتي، موجودين في ايه؟ موجودين في التشيز، في الاجز، في الليفي جرينز، وفي الناتس. الفيتامين سي واهميته
قلته ممكن تعمل بيربري وبيتيكي، وعلى الاميون فانكشن ممكن تعمل الامبيرد كولاجين سينسز حقيقه. الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والكيوي والبرتقال والجوافه والفراوله مهمين، والديلي ريكومندد دوز من 20 الى 30 ملي جرام بير دي. فيتامين دي والشمس، هو مش بس فيتامين، هو اتيز هرمون ميلي في الاوتو اميون ديزيز، في الريكتس، في الدايبيتس والاتوبيك ديزيزز. حقيقه لو انا بخلي الطفل بتاعي يتعرض مرتين في الاسبوع الى ربع ساعه شمس، ده كافي، بشرط ان انا يبقى هو الجسم متعرض بطريقه مظبوطه الى الشمس دي. الفيتامين اي ده اخر واحد بالمناسبه، الديفيشنسي بتاعه له نيورولوجيكال سيمتومز او اتوبيك ديزيز. والفيتامين اي موجود في الالموند، موجود في السان فلاور سيدز، ومهم، والريكومندد دوز من 15 ل 20 اي يو بير دي. ماي تيك هوم مسج، جروس مهم، المونيتورنج اوف ذا جروس اهم، الاتش ام اوز لها دور مهم في الكوجنيشن. حقيقه لو الطفل دوت بياكل كويس هو مش محتاج يبقى سبلمنتد. بس الجمله اللي جايه مهمه ومهمه عشان اختم بيها، لو فرض ان الطفل دوت ما بياكلش كويس او ما بياخدش الكفايه بتاعته، هنا ممكن يقبلوه مالتي فيتامين فورمولا. ليه؟ عشان اعمل ميتنج للار جي اي المطلوبه، ودي الحته بقى بتاعت الشركه اللي هم السانسوفيت والسانسوفيت بلس. منزلين السانسوفيت بلس مفروض ان هو بيبقى 15 كومبوننت انكلودنج 11 فيتامين 3 مينرال، ضربوا نسبه الايرون في 3 والبي كومبلكس في 3 والفيتامين دي في 4. ودي اخر سلايد اللي هي بتمثل المنتج السانسوفيت بلس مع الار جي اي المطلوب في الاطفال. And thank you so much for your attendance.